عندي مداخلة مهمة ومعايا على التليفون حمزة علاء لاعب النادي الأهلي وحارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب الشباب. حمزة أهلا وسهلا بيك ومساء الفل وحمد لله على السلامة. ازيك يا كابتن ابراهيم؟ عامل ايه؟ أنا تمام الحمد لله، أنت اللي عامل ايه؟ على سلامتك أنت والله. الله يسلمك الحمد لله، سيبك مني أنا رجعت الحمد لله، أنتوا الحمد بس لله. طمني عليك وطمني على بقية عناصر الفريق بالكامل. وقبل أي حاجة أنتوا رجالة، ولاد رجالة من ظهر رجالة، وإن شاء الله بإذن الله هنفرح بيكم في أي حاجة بعد كده. يا رب يا رب إن شاء الله. لا لا إيه اللي حصل بقى احكي لي. لا احنا دلوقتي يعني رجعنا الحمد لله، كل واحد معزول في الاوضه بتاعته في مصر يعني الحمد لله، و ادينا قاعدين عملنا مسحه دلوقتي مستنيين. ال 30 لعيب في الاوتيل كلهم؟ كله في الاوتيل، كل واحد في اوضته معزول فيها. عملنا مسحه من اول ما وصلنا وهنستناها تطلع بكره الصبح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ايه اللي حصل هناك بقى؟ لا هو اللي حصل كتير. انا ممكن بقى احكي لك اللي حصل معايا انا بقى كحمزه يلا في قول اخر ماتش. يلا قول. لا انا في ماتش، يعني انا ماتش ماتش تونس. تونس، انا ليله الماتش اتبلغت ان انا سلبي، ويوم الماتش الصبح اتبلغت ان انا سلبي. عملت اللي بعمله قبل كل ماتش عادي، وظبطت نفسي ان انا عندي ماتش وكل تمام، ورحت الملعب وسخنت وطلعت من التسخين ودخلت اوضه اللبس ولبست لبس الماتش وخلاص، واقف بقى خلاص احنا فاضل دقيقتين تلاتة صفارة. هو الماتش يبدا. ايوه الليله كلها ما فيهاش غير الصفار. ايوه واقف فجاه لقينا منتخب تونس دخل اوضته والحكام دخلت اوضها واحنا واقفين لوحدنا بس. فانا اتبلغت بعدها بحوالي ربع ساعه كده ان انا المشكله في المسحه بتاعتي انا، وان انا مسحتي ايجابي، وانا يعني انا فعلا ما كنتش اعرف، يعني انا رايح الماتش فاكر ان انا سلبي، يعني انا هلعب خلاص. انت هتكذب ليه يعني؟ انت لا اكيد اكيد لو يعني اكيد لو انت متبلغ مش هتتحرك من الاوتيل، مش هتتحرك من اوضتك يعني. بالظبط. لا هو المفروض ان انا اكون متبلغ، يعني المفروض ان انا فعلا لو ايجابي ان انا اكون حد قايل لي يعني ان انا ايجابي، عشان حتى مش عشان انا يعني حفظا على الناس اللي سلبي. يعني المساحات اللي طلعت من الكاف بالليل انت سلبي، تاني يوم برضو انت سلبي، فجأة مرة واحدة فين وانت في الملعب قالوا لك لا ده انت ايجابي، ده انت خطر على المجموعة اللي موجودة كلها. او ده اللي جالي، دي المعلومات اللي وصلت لي. بس هل بقى انا فعلا كنت سلبي قبل الماتش بيوم؟ هل انا فعلا كنت سلبي يوم الماتش الصبح؟ انا ما عنديش فكره صراحه. انا كل اللي اعرفه ان انا مصحتي بتاعه الكاس كانت ايجابي بس. فانا بس انت اتبلغت، حاسس انت حسيت بالاعراض؟ انا ما اكدبش عليك يا كابتن ابراهيم، انا النهارده حتى صوتي مش نافي شويه، واضح. ويعني من النهارده بدات احس شويه، وانا في الطياره كان ربو العيله قاعد قريب مني شويه، دكتور محمد ابو العيله قال يعني بدات ان انا تزكم. ازكم، وما يعني في حاجات يعني تتشم ما بقتش اشمها قوي، يعني بشمها بس بضعف شويه. فبدات بقى طبعا بدات اقلق شويه، انا دلوقتي خلاص بقى قاعد في الاوضه، يعني حتى مش هخلي اي حد يجي يشوفني، عشان يعني يا رب اي حد يطلع سلبي يروح هو على بيته وانا قاعد وبقى مستني ربنا يفرجها ان شاء الله. طيب احنا لسه ما عرفناش نتيجه العينه بتاعتك ايه، احنا بنتكلم على قديمه اللي هو يوم الماتش ان هي طالعه ايجابيه، صح كده؟ لكن انا والله يا كابتن ابراهيم انا زي يعني انا حاليا انا زي انا فعلا ما اعرفش انا مصحتي النهائي ايجابي ولا سلبي. طيب حتى بتبلغ ان المشكله اساسا في الماتش كله ما كانتش عليا، بعد ما اتبلغ هي عليا. يعني انا بيتقال لي معلومات من كذا اتجاه وكلهم بيقولوا حاجات مختلفه، فانا قاعد بس يعني دكتور بليل قال لي احسن حاجه انت سيبك بقى من الكلام ده كله، انت اهم حاجه صحتك يا حمزه، يعني سيبك بقى من الكلام ده كله حبيبي، يعني اهم حاجه والله يا صحتك كابتن ابراهيم يعني. انا بخير الحمد لله، انا يعني احسن من غيرنا والله الحمد لله، يعني الحمد لله. الحمد لله. طيب انا خلاص بقى مش عايز اطول عليك، ما بقاش دم تقيل يعني. انا لا هسأل، لا والله بجد يعني انا هسالك سؤال واحد بس، مشكله والله. انا هسالك سؤال واحد بس متعلق بالفتره اللي قبل ماتش تونس، كيف كان التعامل مع بعثه المنتخب بالكامل؟ هل كان تعاملا طيبا لائقا، ولا كنت حاسس انه في الامور امور؟ يعني من الناس هناك لينا ولا ايوه احنا ايوه ما بيننا وبين؟ لا لا مش ما بينكم وبين بعض، اكيد انتوا بينكم لا وبين بعض احنا كويس ما جدا. بين الناس، يعني الناس فاكرانا في الفندق عند وباء، يعني احنا الوباء. يعني انا عمري ما هنسى موقف، كنا خلاص خرجنا من المطعم وطالعين الاوضه،
كان في واحد في الاسانسير لوحده. الاسانسير هو المفروض بياخد 12 بس رجعوا قالوا في ايام الكورونا هياخد 4 بس. الراجل لوحده، في 3 لعيبه راحوا خلاص هيركبوا عشان يطلعوا اوضه. الراجل قال لهم لا ما حدش فيكم يركب معايا. وقبل الماتش بيوم الراجل الاداري بتاع منتخب تونس لقيته باصص لي واللي هو من فوق لتحت كده وضحك شويه. انا ما اكدبش عليك، انا الحركه دي ضايقتني شويه. انا قلت له انت بتبص على حاجه يعني في حاجه؟ قال لي لا انا بس ببص على الناس اللي مش هتلعب معانا بكره. الناس اللي مش هتلعب معاهم بكره؟ قلت له ده دمه تقيل قوي. ده دمه تقيل قوي. لولا ان الواحد يعني بيمثل منتخب مصر وبيمثل بلد كبيره جدا جدا. لا يعني كان يعني الحمد لله ربنا ستر يعني. والله الواحد عارف يمسك اعصابه. لا برافو عليك. لا احنا بتوع اصول برضو يعني. بالظبط. يعني انا اساسا كل اللي في دماغي، انا من بعد ماتش ليبيا وانا كل اللي في دماغي محدش يستدرجنا لاي استفزازات. بالظبط، ان احنا هنقعد بكرامتنا وهنمشي بكرامتنا. لا ده انتوا كرامتكم على الدماغ من فوق. ده انتوا كفايه ان بلدكوا اول، لا خد بالك لازم تعرف كده، كفايه انه بلدكوا اول لما حست بس ان انتوا في مشكله، اول حاجه طلع قرار من وزير الشباب والرياضه طياره خاصه تجيبكوا. لا ده انتوا غاليين غاليين جدا جدا، والبلد دي عارفه قيمه ولادها. كرامتك كرامه المصري مصانه في اي مكان مهما كان يعني، خد بالك من الكلام. لا احنا طبعاً. لا ده احنا بشكر. ده احنا مصري يعني. لا مفيش يعني، بص بصراحه كابتن ابراهيم، الواحد لما يروح ويشوف الناس فعلا فعلا مفيش احسن من مصر. الناس لما بتشوف حتى الشخصيات في المنتخبات الثانيه، لا يعني البني ادم المصري حاجه ثانيه والله بجد يعني، بدون اي حاجه. لا البني ادم المصري انضف شخصيه تتعامل معاها في حياتك. الحمد لله فضل ونعم. انا بقى عايز اشكر علي الوزير، هو يعني هو فعلا خايف علينا جدا طبعا، ان هو عايز يعمل اهم حاجه بالنسبه له صحتنا. ودي طبعا حاجه يعني انا بشكره بالنيابه عن اللعيبه كلها، انا بشكرك ويعني بشكر حضرتك ان حضرتك وقفت جنبنا الفتره اللي فاتت دي كلها. وعايز اشكر السفير في المصري في تونس عشان ده برضو بصراحه يعني الكام يوم اللي فاتوا دول انا كل كلمه اسمعها السفير يعني ده فعلا راجل وقف جنبنا كتير. وانا عايز اشكر الجهاز كله، يعني كلهم برضو قاتلوا معانا لحد اخر دقيقه وكانوا بيحاولوا يعملوا اي حاجه ان احنا نلعب. وانتوا كلكم كمان رجاله يعني. اول ما حصل الموقف وبلدكم خايفه عليكم وعايزاكم ترجعوا تاني، ان انتوا تقولوا لا احنا عايزين ونتمسك بالامل، ده بيعكس قد ايه انه في ناس خايفه على ناس وناس تانيه عندها الحرص على تمثيل البلد لحد اخر لحظه. عشان كده انا بقول لك ان احنا بلد كبيره وبلد محترمه وبلد عندنا رجالتنا يعني. انا بقول لك اهو كل الناس كانت فخوره بيك، وسيبك انت انه ما حصلش نصيب، انما ان شاء الله باذن الله هنروح وهنعمل حاجات كتيره في الوقت اللي جاي ان شاء الله باذن الله. حمزه انا بشكرك شكرا جزيلا والف حمد لله على السلامه، واسمح لنا ان احنا نبقى نطمن عليك. انا اسف ان انا طولت عليك، معلش سامحني، انا دم تقيل بس كنا لازم نطمن ونعرف اخبارك. ايه حمزه علاء حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي.